مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي إن شاء الله غادي نعرفوا فيه الطريقة كيفاش نطلبوا وكذلك نسحبوا شهادة الرسم المهني على غرار باقي الشواهد الضريبية اللي ولات وضعتهم المديرية العامة للدراء إبراهيم إشارة المرتفقين من أجل التسهيل عليهم، يعني ذاك العناء ديال تنقل الإدارة وكذلك تقديم الطلبات في الموضوع والانتظار واحد يومين أو ثلاثة أيام أو شيء من هذا القبيل من أجل تسلم الوثيقة. إذن هذه البوابة هذه اعتمدتها المديرية العامة للضرائب من خلال تيلي سيرفيس سامبل. هذه الخدمة هذه اللي كتقدم مجموعة من الخدمات للناس اللي منخرطين طبعا في هذه الخدمة هذه، سواء يعني التصريحات الضريبية وكذلك يعني الشواهد، طلب الشواهد الضريبية وما إلى ذلك. فمن بعد ما كندخلوا هذه الصفحة هذه تيلي سيرفيس سامبل كنشوفوا هنا كاينه اسباس بارتيكولي، اسباس بروفيسيونيل، فو اتيستاسيون، فينيت، كونت فيسكال، ريكلاماسيون، اون ريشيرش اونتربريز. هناك يعني مجموعة من الخدمات في هذه البوابة هذه. احنا الغرض ديالنا هي فو اتيستاسيون، يعني الشواهد الضريبية. فمن بعد ما كندخلوا كما كتشوفوا هنا السامبل اتيستاسيون، كاين واحد المجموعة من الشواهد الضريبية اللي كتوفرهم هذه البوابة هذه انطلاقا من هذه الخدمة هذه ديال تيلي سيرفيس سامبل. كاين بيلتان ديدونتيفيكاسيون فيسكال، اتيستاسيون دو شيفر دافير، دوموند اتيستاسيون دو ريغولاريتي فيسكال، اتيستاسيون دو شيفر دافير، اتيستاسيون دو ريفوني، اتيستاسيون ديال الطاكس بروفيسيونيل. المهم هادو هما مجموعة من الشواهد الضريبية. فهاد الشواهد الضريبية هادي قبل هاد النظام هذا يعني كان كيخصنا نعمرو واحد الطلب ونديوه للمديرية اللي حنا تابعة لهم، مقر السكن ديالنا أو السياج السوسيال ديال المحل التجاري ديالنا اللي كنمارسو فيه النشاط التجاري ديالنا او المهني او شيء من القبيل، وكننتظرو. ولكن هذه الخدمه هذه من بعد ما كندخلو كما قلنا هذه من هنايا من هاد فو اتيستاسيون، يعني كنمشيو ناكسيدي، ها هي اكسيدي اسامبل اتيستاسيون، اكسيدي اسامبل اتيستاسيون. هنا كما كتشوفوا ايها المتابعون الكرام كيعطينا هنا فضاء المنخرطين، هنا مرحبا بكم في فضاء طلب الشهادات. هنا كنديروا رمز الدخول وكنديروا كلمه المرور، وانا سبق لي كنت عملت فيديو بهذا الخصوص يعني كنشرحوا فيه الطريقه ديال كيفاش ندخلوا نتسجلوا في هذه الصفحه هذه ديال الخدمات ديال تيلي سيرفيس سامبل. ومن بعد كندخلوا هذا الكود الكابشا وكنديروا كونيكسيون. من بعد ملي كندخلوا الكود ديال الكونيكسيون كندخلوا لهاد الصفحه هذه هي كما كتشوفوا هنايا باكس، هنايا كندخلوا كنشوفوا كنختاروا هنايا اش كاين هنا كنشوفوا يعني الشواهد اللي باغي نديرو حنايا. اتيستاسيون اميبلي، حنا الشهاده اللي مهمه عندنا هنايا هي اتيستاسيون دانسكريبسيون على طاكس بروفيسيونيل. من بعد ما كندخلوا لينا ايها المتابعون الكرام كيعطينا الصفحه هنا كما كتشوفوا اتيستاسيون دو لا طاكس بروفيسيونيل، كيعطينا هاد الصفحه هنا كندخلوا النيميرو ديال طاكس بروفيسيونيل ديالنا، كندخلوا الرقم ديال طاكس بروفيسيونيل هذا غير على سبيل المثال، وكنديروا كما كتشوفوا هنا كنديروا دوموند داتيستاسيون ديال هاد الشهاده هذه الضريبيه اللي هي على طاكس بروفيسيونيل، دوموند داتيستاسيون دانسكريبسيون على طاكس بروفيسيونيل. ومن بعد كنديروا دوموند داتيستاسيون كيخرج لنا هاد الصفحه هذه هي اللي فيها هاد الشهاده التسجيل في الرسم المهني كما كتشوفوا ها هي، وكاينه هنايا المعلومات ديالها وكذلك يعني جميع البيانات المتعلقه بهذا الشهاده. وكتشوفوا هنايا ايضا كاين هذا رمز التحقق، رمز التحقق على الموقع، ورمز التحقق على الموقع يعني كندخلوا هنايا الرقم ديالنا كنديروا له كوبي، وباش نتاكدوا بان هذه الشهاده هذه صادره عن المديريه العامه للضرائب كنرجعوا من الموقع الرسمي للصفحه الرئيسيه وكنمشيو للصفحه الرئيسيه كما كتشوفوا، وكاين واحد الرابط ديال باش كنتاكدوا من ان هاد الشهاده هادي راها يعني فيريفي، كنمشيو فيريفي اتيستاسيون وكندخلوا هنايا هاد البيانات. هنا كنختاروا تيب داتيستاسيون نوع الشهاده كما كتشوفوا،
اتيستاسيون ديسكريبسيون تاكس بروفيسيونيل. هنا كنديروا ايدونتيفيون فيسكال ديالنا، الرقم ديال السنه الضريبيه اللي حنا خدامين فيها، كود دي فيريفيكاسيون. هنا كنديروا كولين من داك الكود ديال فيريفيكاسيون، كنديروا فيريفي مباشره. كنديروا فيريفي كيفتح لنا، كيفتح معنا هاد الصفحه هذه هي اللي كيعطينا فيها الشهاده كوم كوا ان هاد الشهاده هذه راها فيريفي وصادره عن جهه رسميه اللي هي المديريه العامه للضرائب. فكنتمنى اخواني الكرام ان هذا الشرح هذا يكون يعني مفيد لكم، بخصوص يعني الناس اللي كتطلب اللي كتخدم في الميدان وكيحتاجوا يعني هذه الشواهد هذه. فصراحه يعني المديريه العامه للضرائب مشكوره من هذا المنبر هذا، بخصوص يعني هذه الخدمات اللي كتقدمها للمرتفقين ديالها، وصراحه يعني كتسهل مجموعه من الاجراءات، لان المواطن بقى يتنقل للمديريه وباش يطلب واحد الشهاده يعني خصو يعمر طالب بهذا الخصوص ويتنقل يعني للمديريه واحد على الاقل واحد جوج مرات او ثلاثه المرات. فهنا المديريه صراحه اعتمدت هذه المساله هذه او هذه الخدمه هذه الكترونيه، وكل ذلك ينصب في اطار تقريب الاداره من المواطن، وكذلك تعزيز يعني الخدمات الالكترونيه خدمه للمواطن، وكذلك ربح الوقت، وكذلك ربح يعني مجموعه من الضمانات. فكنتمنى اخواني الكرام انكم تتابعوا هذا الفيديو هذا من البدايه ديالو حتى الاخر، وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وشكرا لكم جزيل الشكر، وما تنساوناش الله يجازيكم بخير من التعليقات اسفل الفيديو، وكذلك يعني بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناه لكي تعم الفائده ونشروا المحتوى المفيد وننوروا يعني الناس اللي كتقلب على الخدمات الجيده وعلى المحتوى يعني الجيد، ونقضيو بصفه نهائيه وتدريجيه على المحتوى المتسخ والمحتوى اللي صراحه يبث قيم الشر وقيم الرذيله وقيم الفساد في داخل النسق المجتمعي الواحد. فصراحه كنتمنى انكم اخواني الكرام تبارطاجيو هذا الفيديو هذا على نطاق واسع، وتعاونوا معنا بالبارطاج وكذلك باللايك وبالاشتراكات في القناه باش تعم الفائده كما قلت لكم. وان شاء الله غادي فيما تكون ان شاء الله شي خدمه جديده غادي نقدم لكم الشرح ديالها باش نكونوا يد واحده وكاملين، يعني الفائده ما تبقاش حكرا على فئه معينه، يعني الفائده تعم. والى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعايه الله، واللقاء دوما يتجدد عبر قناتكم قناه حسن سوسيال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.